انطلقت للبيت لقيتهم شايلين عمي الثلاث. اسهمتني وانا طالع وين بتروح؟ قلت انا بستعد الحلاق وارجع اودعك وامشي للكليه. طلعت كان في الشباك يطل على الحوش اللي اطلع منه، التفت ترى طالع فيه. قالت لي في امان الله يا وليدي يمكن ما اشوفك، بس رح الله يوفقك. نفس الليله ذهبوا بسم الله. في نفس الليله الله يجعلها الجنه توفت. كنت بشرطه البطحه في تنسيق مع احد المتعاونين، وقتها ما به جوالات. اتصل المركز قالوا البيت. كلمت قالوا من؟ قالت انه عمك تعبان، تعال بسرعه. الحقيقه صرت بين نارين، بين شخص اللي عندي بيروح يوديني القاتل يجيبه، وبين عمي ما عنده الا بنت صغيره ومصالح تو جاي من المدرسه. لعلي غلبت جانب اني بمسك على الجاني وهذا يتصرف اخوي او انا الحق عليهم. ان شاء الله اني الحق. فعلا ما خليت لانه الفرصه طلعت مع المتعاون الى منطقه قريبه من الرياض، وصلنا للقاتل، اعطيناه بعض النصائح والكلام وذا، وهو عنده رغبه للاستسلام. جبت الرجال سلمته الزميل في المركز، انطلقت للبيت لقيتهم شايلين عمي الثلاث. الحقيقة ضابط الشرطة، ضابط البحث، رجل الأمن بشكل عام مهدد بالمخاطر. فأتذكر أنه أنا كنت مدير للتحريات والبحث الجنائي عام 2006، وأنا في طريقي من البيت بعد ما طلعت من البيت توجه لواجب عزاء في مخرج 7، حصل سيارة تقابلني صاحبها مركز النظر علي. أنا خلالها شفت طرف أثر السبطانة نهاية السلاح واضح. كنت أسمع في الجهاز ولكن من بدري الكلام ذا أن في شخص مطارد كان يسلب السيارات ويهدد. استبعد أنه ما هو هو، هذه المنطقة في حي بعيد عن الحي. إلا أثناء التفكير السيارة أخذ اليوتيرن وتابعني. أسرعت صار يسرع. أخذت الحارة يمين بدأ يطلق النار. تفاجأت طلقات ورا بعض. الحقيقة أنا مجرد بدون سلاح جاي من البيت ورايح العزاء. أنا بديت أسوق بالمقود ومنزل راسي، الطلقات يمين ويسار والحامي الله. ضربت سيارتي في الصبة حقت المخرج 7، رجل الرجال نزل الرجال ونزلت أنا. بدأ هو يهي بالكلام ويطلق النار، يعني أطلق 7 طلقة وهو في بداية. أول ما نزل بديت أتراجع هو يلحقني، وكل بين متر ومتر يطلق النار. وربما إرادة رب العالمين أنه ما ارتفع السلاح لأي جزء من جسمي. صار يلف، لفيت أنا لفتين أتصدد صارت مصدات لي السيارات. هو صار وأنا لاحظه يناظر لا تكون دوريات او رجال امن يجون في لحظتها. تخوف بدا يرجع لسيارته. انا ارقبه من بين السيارات
ما بيننا الا 5 امتار يعني، صدت السياره تجال سيارته شغل سيارته. انا على طول لحقت الثاني مره، اتصلت بواحد من الزملاء العديد خالد القرناس وقتها صديق الخاص، كنا متوعدين للعزاء، قلت الحق الحق لا يفوت الرجال سيارتي يمكن تعطل. قريتان بالصدفه مخرج 7 قريب من المخرج اللي هو موجود فيه، انتقلنا وواصلنا مع الرجال الى استمر يعني، خذنا راحتنا في الاجهزه، تضامنت الدوريات مع رجال البحث اللي جو من مناداتي في الاول مره، تم ضبط الرجال، رجعنا للموقع اللي حسبناها اكثر من 34 اثر الطلق موجود. لك يا جزانا العز والمجد والجود، قدر كبير ومدهله بالحناية، نضرب على الكايد العيناك ونزود، وارواحنا لك يا وطن هدايا، كل شيهون كل شيهون الا وطننا والسعود، والحد من دونه سود السرايا.